بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لعيد الطفولة الفاتح جوان من كل سنة، ارتأى أساتذة اللغة الإنجليزية بولاية سيدي بلعباس الاحتفال بهذا اليوم وسط أجواء تنافسية ضمن مسابقة فكرية لتلاميذ الطور الابتدائي للسنة الثالثة من تنظيم أساتذة المادة تحت إشراف مشرفين تربويين بحضور أساتذة وأولياء التلاميذ. السيدة الأحمر خيرة مفتشة تعليم المتوسط للغة الإنجليزية وبتكليف للمستوى الابتدائي. كان اليوم هذا يوم خاص بإحياء يوم الطفولة العالمي للطفولة، لكن ارتأينا أن يقدم في هذا اليوم لظروف خاصة. إذن كما شاهدتم كانت القابلية لحضور أولياء التلاميذ وتشجيعهم لهذا المشروع المتميز، وتثمينا أيضا لما قدم من طرف السيد معالي الوزير والسيد رئيس الجمهورية. منظم للمسابقة باللغة الإنجليزية المرة الأولى في الجزائر بين الابتدائي والطور الثالث، وحنا ارتأينا أننا بمشاركة وبمعية أستاذ قندوز الكريم ارتأينا أن نقوم ب خلق هذا الجو التنافسي بين المدرستين أو المدارس المختلفة في المشاركة في هذه المسابقة التي كانت تنتمي إلى الطور الثالث من الطور الابتدائي. وباللغة الإنجليزية يعني كانت محاولة ماهيش سهلة، ولكن شاءت الأقدار أن تكون سهلة بمعية وبمساعدة الأولياء وبمساعدة الطابق البدغيش ملخص في المفتشين وحتى المدراء، ونشكرهم على ذلك. هي مبادرة بين مدرستين بولاية سيدي بلعباس وخطوة إيجابية لتنمية القدرات والمواهب الفكرية لدى تلاميذ الطور الابتدائي.